صالح بركات، صاحب جاليري عجال ومهتم ناشط بالحقل التشكيلي اللبناني الحديث والمعاصر. حقيقة بلشت طبعا، أنا أسست جاليري أجيال بأول التسعينات، وحكما بحكم عملي والمعارض اللي بعملها والريتروسبكتيفز اللي بنظمها. أول أعمال بلشت جمعها كانت طبعا بعض أعمال الرواد المهمين، فنانين يعني إذا بدك ببداية حياتي كانت أنا مهتم كتير بعملهم. وطبعا كل ما تطورت خبرتي ومعرفتي بالتشكيل اللبناني وبتاريخ الفن بلبنان، طبعا ذوقي تبلور، تغير، أخذ منحى آخر أو تركز أكثر. أنا ولدت ببيت كانوا أهلاتي بيهتموا بالفن وبيحبوا الفنانين وعندهم علاقات كثيرة بقلب عالم الفن، لما أنا كنت جاي من عالم البزنس والفاينانس، وبسرعة كبيرة هيك ما عاد حبيت عالم المال والاستثمار. كان جاي عبالي أعمل شيء في قيمة مضافة، وكان لبنان بآخر الثمانينات عم بمر بحروب وبظروف صعبة. كان بالنسبة لي انه يجي واحد يهتم بالفنانين اللبنانيين ويفتح جاليري ببيروت بنص دين الحرب، اضطرينا نحط ابواب حديد مدرعة والى اخره، كان بالنسبة لي عم بيعطي كتير قيمة مضافة. فجأة يعني شعرت بانه هيدا الشيء اللي كان جاي عبالي ببرر لي انه ابقى ببيروت، لانه عندي مهمة، صار مهمة ثقافية. وشوي شوي غرقت بفيروس الفن. يعني انا ما في شك انه كان عندي اهتمام مثل ما قلت لك نتيجة انه اهلاتي اهلوني بطريقة ما، بس بعدين لما تعرفت على الفنانين وتعرفت اكثر على عالم الفن وتاريخ الفن بلبنان والمنطقة العربية، صرت يعني فيني اقول شبه محبوس. ما في شك انه حدث هذا الامر بالتدرج، يعني انا ما بقدر اقول انه صالح بركات سنة 1991 هو صالح بركات سنة 2013. ما في شك انه اهتماماتي يعني يمكن فتت على عالم الفن اكثر كتاجر بده يشتغل بالاعمال الفنية وعنده بعض الاهتمامات بالفن، ومع الوقت صرت هلأ شخص عندي اهتمام أكثر بالفن وبتاريخ الفن وأقل بالجانب التجاري من هذا الموضوع. وبالتالي هذا الأمر بيصير فعلا أنا على الأقل بما يخصني يعني مرق بتدرجات كبيرة أخذت 20 22 سنة. عملية الاقتناء يعني فيها مراحل مختلفة. لا مش صحيح، في كتير من المقتنين اللي أنا كتير بحب يعني المجموعات تبعيتهم وبتعنيني، كانوا ناس من يعني اللي أصحاب دخل متوسط، أو إنه هن ناس إذا بدك بيشتغلوا بيطلعوا معاش مرتب أو دخل مرتب، إنما هن كان عندهم على اهتمام بالفن على قد بالفنانين وبيشتروا أعمال بتعنيهم بشكل أساسي وفيها تكون صغيرة. اليوم في كتير ناس بتهتم إنه تقتني من أجل متحف، وفي عندك المقتنين اللي بيقتنوا لألهم، اللي بيقتنوا أعمال حميمة بتعنيهم على مواضيع بتهمهم محددة. وبالتالي فيك تقولي في من كل الأطياف، منا حكر على الطبقة معينة، وإن كان ما في شك إنه اقتناء الأعمال الفنية تطلب حد أدنى من إنه يكون الواحد مرتاح مادياً. فالحقيقة لما بحكي أنا عن طبقة المثقفين، المقصود فيها هن الناس اللي إذا بدك أصحاب دخل متوسط، أساتذة، نقاد، الدكاترة، مهندسين. أنا بحكم وجودي بجاليري أجيال بشارع الحمراء، يعني جزء أساسي من الحركة اللي بتصير عنا بالجاليري هي من ناس بياخدوا قرار انه يقتنوا عمل فني مرة بالسنة او مرتين بالسنة، لانه حبوا العمل، لانه اجوا وانغرموا فيه. وهيدول لقلي بيشكلوا طبقة كتير اساسية من الحركة التشكيلية بلبنان.
حقيقة بكل أسف إذا بدك بلبنان نحن معظم عمليات الاقتناء بتتم بمبادرات فردية، ما صار في عنا متاحف الآن، يعني باستثناء متحف سرسوق التابع لبلدية بيروت ما في اقتناء مؤسساتي. في بعض الحالات مثل بنك عودي، بنك البحر المتوسط، قدروا انه يبنوا مجموعات فنية نتيجة انه كانوا رؤساء هالبنوك عندهم اهتمامات خاصة وخلوا هالمؤسسات تهتم بالفن. بس ما فيني اقول انه هيدي كانت سياسة مؤسساتية، كانت اكتر ناتجة عن مرحلة انه في مهتم مسؤول عن البنك كان بيعرف بالفن، هو بيهتم بالفن وبالتالي خلى البنك يهتم بالفن. انما تقريبا في سياسة اقتناء للدولة اللبنانية بتخصص بادجت كل سنة، ما كتير واضحة عملية الاقتناء، بعينه لجنة وهيدي اللجنة بتشتري من اعمال من فنانين تقدمت لها. حقيقة بمرحلة ما القانون تبع اندري مالرو اللي هو انه يتم تخصيص جزء من بادجت لمؤسسة لبناية كبيرة الى اخره من اجل الاقتناء الفني، جربوا يطبقوه بمرحلة ما بلبنان، بس طبعا مثل كل شيء بلبنان ما قدر يعني يصبح بشكل مؤسساتي. هلا بما لا يقبل جدل، الواحد ما بيخلق بحب الفن، هيدي شغلة. في ناس طبعا عندهم حساسية أكثر من غيرهم تيحبوا الفنون ويهتموا فيها، إنما هيدي شغلة تتربى، هيدا ذائقة فنية الواحد بيربيها أولا بالمدرسة وثانيا ضمن العائلة لما بياخدوا أولادهم على المعارض على المتاحف، بيجيبوا لهم كتب لها علاقة بالفنون، بيطوروا لهم بالتالي اهتماماتهم الفنية. وكل ما قدرت الناس تشوف فن وتابعت الفن كل ما بتتطور الذائقة الفنية تبعيتها وبتصير بتهتم أكثر بالفن. بلبنان يعني ما بيعطوا كتير أولوية لتدريس الفنون وتاريخ الفنون لا بالمدارس ولا بالجامعات، وما في سياسة تابعة للدولة بتشجع عملية إقامة المعارض وإنه ياخذوا المدارس الرسمية تشوف المعارض. وإن من تجربتنا نحن لما مؤخرا سنحت فرص من أجل إنه تنعمل معارض كبرى بقاعات كبرى فتحت بآخر سنتين ثلاثة وسمحت للناس انه تصير اكثر على تواصل مع عملية الفن، شفنا صار في عدد متزايد من الناس اللي كانوا قبل مش مهتمين ابدا بالفن وصاروا عم بيهتموا اكثر واكثر بالفن. يعني طبعا هيدي شغلة بديهية، كل ما اتحت للناس تشوف فن كل ما الذائقة الفنية تبعتها بتتطور وبتصير بدها تشوف اكثر وتهتم اكثر بهذا الموضوع. في طبعا اللي برأيي ان الهدف الاسمى اللي بيكون هو عم بيقول انا بدي اقتني فن معين من مرحلة معينة بشكل معين لانه انا بحب انه حافظ على تاريخ معين بيعبر عن هالمجتمع بزمن ما ووقت ما، وبالتالي اذا بدك هيدا الهدف تبع المتحف هو انه يدافع عن ذاكرة، يخلي الناس على تواصل مع ذاكرة مجتمعهم. في ناس بيقتنوا فنان واحد، في ناس بيقتنوا حقبة معينة، في ناس بيقتنوا موضوع معين، في ناس عندهم مجموعة اكلكتيك اكتر فيها تروح العلاقة بي هني شو بيحبوا من الجمال، شو هو التأثر الجمالي تبعهم. كتير صعب انه واحد يلاقي قاعدة بتجمع كل طرق الاقتناء. يعني في ناس بتاخد وقتها تقعد 20 سنة حتى تجمع مجموعة معينة، وفي ناس فجأة بيحسوا انه بدهم يحققوا هدف معين وبظرف 3 سنين بيقدروا انه يتابعوا بكثافة. هي كلياتها لها علاقة بقديش هالمقتني حابب انه يعطي من وقته وجهده وماله من اجل انه يحقق الرؤية اللي هو عم يطلع لها. ففي الناس اللي منا مستعجلة وامكانياتها محدودة وبالتالي بتضل ناطرة وعم بتفتش على الفرصة المتاحة لاقتناص هذا العمل اللي اني عم ببحثوا عنه. بس انه واحد يشوف يعني بيقدر واحد، انا شايف حالات
بثلاث سنين شخص كان ما بيعرف كتير بالفن وأصبح جدا عارف بالفن لأنه عطى كتير مجهود وقراءة ومتابعة واهتمام وعلاقة شخصية مع الفنانين، وصل بسرعة كتير. وفي ناس قعدت 20 سنة بقت عملية الاقتناء تبعيتها أقرب للهواية، وبالتالي ما كتير غاصوا بهذا الموضوع. ما فينا نعمل قاعدة عامة لعملية السرعة في الاقتناء. يمكن نتيجة الحرب والظروف كان عم بيهتم أكتر باقتناء الفنانين اللبنانيين نتيجة انغلاق لبنان بمرحلة معينة، بس بمجرد ما رجعت انفتحت رجعنا نشوف مقتنين بيهتموا انه يشتروا أعمال لفنانين عالميين مش تحديدا لبنانيين. بس بقول إذا بدك بالمجمل بلبنان كان في أكتر اهتمام بالفنانين المحليين، والمقتنين عادة بيعنيهم أنه يبنوا علاقة مع الفنان، وبالتالي تصبح عملية الاقتناء من فنانين لبنانيين أهين وأسهل للي بده يقوم بعملية الاقتناء. أنا لقلي عملية الاقتناء بتمر بمراحل، في واحد يشتري شيء ويكون كتير حابه وكتير مبسوط فيه، وبعد مرحلة من الزمن لأسباب ما بيتطور ذوقه بيتغير رأيه بكتير مفاهيم ويقرر انه يبطل بده اياه. ليش ما يبيعه؟ ما في مشكلة طالما هو عم يشتري فيه بيعه. انا عم بحكي عن الناس اللي بيكون عم يهتم بشكل اساسي انه عم بيشتري تيبيعه، يعني هو القيمة السوقية تبع العمل الفني تعني اكتر من القيمة الفنية او التشكيلية للعمل الفني، بالمقارنة مع ناس اخرين بيهتموا بالقيمة الفنية تشكيلية للعمل الفني بالمقارنة مع القيمة السوقية تبعيتها. بس عم بقول هيدا الشيء تقول انه هيدا اهم من هيداك او اي شيء تاني ابدا. انا بعتقد انه في اطياف مختلفة من المهتمين والمقتنين، منهم اللي بيهتم انه بحب فكرة انه العمل الفني بينباع وبينشرى وبيغلى وبيرخص والى اخره. في الناس اللي بيهتموا بالعمل الفني لقيمته التشكيلية والتاريخية والاجتماعية بشكل أساسي، وبالتالي ما بيعني قصة انه يبيعه لا هلأ ولا بعدين، بس ما بيمنع انه يمكن في بيعه في يوم ما. يعني ما في كمان قاعدة عامة، بتعرف الناس مختلفين، يعني في عندك أطياف كتير مختلفة من الناس، وفي اللي ربي ببيت أهله بحبوا الفن وبالتالي هو كان حكما بحب الفن وتابع المسيرة اللي بلشوها أهليته، وأن يمكن هو اختار طريق مختلف أو نوع مختلف من الفن أو عطى مزيد من الاهتمام ومزيد من المال من أجل المجموعة. وفي عندك الناس اللي كانوا ما مهتمين أبدا وبهنيك نهار كان ماشي بالطريق وشاف عمل فني وانغرم فيه وبلشت انقلبت حياته فوقاني تحتيني وبلش يهتم. وما في تنقول أنه كمان هيدا أحسن من هيدا أبدا. أنا بالنسبة لي عملية انه واحد يبدأ اهتمام بالفن ويتطور هذا الامر هو الشيء المهم. انا بعرف كتير 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 مقتنين عظيمين بلشت القصة معهم بصدفة بحتة وبالاخر صارت العملية عندهم عملية باشن حقيقية. بكل أسف مثل بكل المفاصل تبع الدولة اللبنانية يعني مقصرة بالمبدأ، بس أنا ما عم بقول هالشي بشكل سلبي. بعتقد أنه يعني في ظروف اليوم حتمت أنه ما في شك أنه الدولة بتقدر تعمل أحسن مما هي عم تعمل فيه. لو بيقدر يجي وزير ثقافة مهتم فعلا بأنه يحافظ على الذاكرة التشكيلية بلبنان وبيكون هو من قلب هذا المجتمع المهتم بالفنون التشكيلية وبيعرف مشاكله وبيقدر أنه يحظى بمساعدة ودعم من كل الساحة الفنية، ما في شك بالأمر أنه نقدر أنه نوصل لنتائج أحسن. بالمرحلة الحالية في تخبط كبير وما بعتقد أنه في رؤية واضحة مثل كل الإدارات تبع الدولة اللبنانية، ما بدي أقول أنه تحديدا بالفنون في تقصير أكثر من محلات أخرى.
مثلا بحالات لما اجى فعلا يعني ناس بنعتبر نحن انه قريبين من مشاكلنا مثل الوزير غسان سلامي او الوزير طارق متري، ما في شك انه حسينا بانه بتقدر الدوله تعمل دفع كبير. لو ما حظينا بدعم الوزير متري ما بعتقد انه كان لبنان طلع له اول بافيون ناسيونال بالبينال دو فينيز. فبيقدر ما في شك، ولو ما الوزير غسان سلامي قرر انه يأرشف مجموعة الدولة اللبنانية ويصلحها ما بنعرف شو كان صار فيها. ففي اوقات بيقدر انه الحقيقة الوزير بالامكانات الضئيلة المتاحة لوزارته، لانه بما لا شك فيه يمكن عندها اصغر بادجت بالميزانية الدولة اللبنانية، نحن بمرحلة لازم نسعى أكثر أنه نطور مفهوم الرعاية الفنية اللي بيسموه الميسيناء أو الباترونج، يلي هو المقتني ما بيشتري العمل الفني لأنه استثمار جيد أو لأنه هو فقط بحبه عاطف عجبه جماليا أو إلى آخره، بل هو يعتقد أنه النجاح اللي حققه في هذا المجتمع هو بده يرده عن طريق أن يدعم الحركة التشكيلية في هذا المجتمع. المجتمعات ما بتتقدم إلا لما بتتقدم ثقافيا، وما فيها تتقدم الثقافة بدون رعاية. يعني هيدا شغلة كتير ضرورية من أجل شهدناها تاريخيا من أيام النهضة الإيطالية لليوم. إذا ما في رعاة عم بيجوا يقولوا نحن بدنا نهتم ونعطي، بدون ما يكون التفكير هو انه انا بعطيكم مبلغ من المال وباخذ منكم شغله، لا، اليوم بدنا بنتمنى نشوف مزيد من الرعاة اللي هن بدهم يعمروا متاحف، اللي هن بدهم يعملوا مجموعات ويقدموها للدولة مثلا او للجامعات، اللي هن بدهم يجوا يدعموا انه يصير في كرسي متخصص بجامعة معينة لدراسة الفن التشكيلي اللبناني، اللي هن بدهم يجوا يدعموا انه الفنانين اللبنانية يقدروا يحققوا اعمال فنية منا بمقدورهم امكانياتهم المادية انه يحققوها. بعتقد هيدي اليوم شغلة كتير ضرورية. عنا فنانين عظيمين، عنا عاملين في الفن التشكيلي من مؤسسات وجالوريات ومختلف ممتازين، عنا مؤرخين ونقاد عظيمين، عنا مقتنين كتير ممتازين. بعتقد انه يعني بتكمل هالقصة لما نقدر نفهم شو معناتها مفهوم الرعاية، بمعنى انه شخص اخذ من خيرات هالمجتمع يرجع لهالمجتمع بطريقة ما بدون مقابل. أنا بعتقد أنه التأخير اللي عم بيصير بإنشاء المتاحف بشكل أساسي مشكلته هي المال، هي الرعاية، لأنه إذا الدولة ما قدراني ما عندها إمكانيات أنه تفتح هذا الأمر، يصبح من يعني أهداف المجتمع المدني والقطاع الخاص. بده واحد يجي يقول أنا عملت مصاري ونجحت بالمجتمع، هلأ بدي عمر متحف بكلف 30 مليون وقدمه للمجتمع اللبناني. بعتقد انه نحن بمرحلة هلأ تطوير هالنوع من الكولكسيونرية والميسان، اللي بعتقد لهم دور حتى ببلاد أخرى. يعني متحف تيت بلندن بنيه شخص اسمه مستر تيت، متاحف سميثونيان بواشنطن بنيهم شخص اسمه مستر سميثون. دايما بتبلش العملية بمبادرة فردي، شخص يعني محسن كبير بيقرر انه يعطي شيء لمجتمعه، وهذا الامر بوقت لاحق يتمأسس وبيصبح اكبر واكبر واكبر، حتى نشوف هيدا الشيء النهضة اللي صارت بالمجتمعات الغربية.